بسم الله الرحمن الرحيم. معنا اليوم تفاضل جزئي. فبقى عندنا د زد مدهنا اف 2 يو زائد 3 في و 3 يو ناقص 2 في. وعايز اثبت العلاقة اللي عندي دي. ومدينا اكس 2 يو زائد 3 في والواي ب 3 يو. طيب اول حاجة هنكتب ان الزد هتساوي اف عندي 2 يو زائد 3 في هي هيها كام الاكس، يبقى اف فون اكس وواي دي مديهالي. وبعدين عندي الاكس هتساوي 2 يو زائد 3 في والواي هتساوي 3 يو ناقص 2 في. وعايز ابدأ اول حاجة بالعلاقة دي. فأول حاجة فاضل دي بارشال إكس بارشال يو هيساوي 2 وبارشال إكس بارشال في تساوي كام 3. نفس الحكاية هنا بارشال يو بارشال يو إيه بارشال واي بارشال يو هتساوي 3 وبارشال واي على بارشال في هتساوي كام ناقص 2. يبقى دول اهم حاجه جبناهم اللي انا هستخدمهم عندي في الاثبات. تعال نبدا بالطرف الشمال اللي هو بارشل زد على بارشل مين يو او في. طيب الزد عندي داله في الاكس والواي، يعني معنى كده ان الزد هتتفاضل بالاكس او بالنسبة لمين للواي. طيب عشان افضلها بالنسبة للواي يبقى انا عندي هستخدم قاعدة السلسلة اللي هي chain rule، يعني اللي انا هضرب هنا اكس وعندي في اليو وهنا يبقى الواي بالنسبة لمين لليو. يبقى عندي هنكمل هنا، يبقى partial z partial x x بالنسبة ليو بكام باتنين، هنا بارشل زد بارشل واي والواي بالنسبة لليو بكام بتلاتة. طيب بعد كده هو عايز زد بارشل اتنين زد على بارشل يو بارشل في، يعني دي كمان اعمل لها بارشل بالنسبة للفي، يبقى بارشل اتنين زد على بارشل يو بارشل في هتساوي بارشل زد بارشل اكس. دي عايز اعملها لمين بالنسبة للفي، تبقى هيساوي بارشل اتنين زد على بكام بارشل اكس تربيع. الاتنين دي ما في ايه بارشل اكس على بارشل مين الفي، يبقى انا فضلتها بالنسبة لمين لاكس. طب كمان ادى الزد دي فيها اكس وفيها واي، يعني لازم افضلها كمان مره بالنسبه لمين للواي، يبقى تبقى بارشل زد على بارشل اكس بارشل واي في مين في الواي بالنسبه للايه للفي. نفس اللي انا عملته هنا اعمله فين في البارشل زد، يبقى دي هتبقى زائد بارشل 2 زد على بارشل واي تربيع ومنساش التلاتة في الواي بالنسبة لمين للفي، زائد على الواي وكمان بالاكس وهنا ما ننساش التلاتة في الاكس بالنسبة لمين للفي. يبقى تعطين عندي اتنين، يبقى بارشل اتنين زد على بارشل اكس تربيع اكس بالنسبة للفي بكام بتلاتة، زائد اتنين بارشل زد على بارشل اكس بارشل واي والواي بالنسبة للفي بكام بناقص اتنين، زائد تلاتة بارشل اتنين زد على بارشل واي تربيع والواي بالنسبة للفي بكام بناقص اتنين، زائد تلاتة بارشل اتنين زد على بارشل
واي بارشال اكس، والاكس بالنسبة للفي بكام؟ بتلاتة. طيب نختصر الكلام دون، يبقى هتساوي عند 3 في 2 يبقى 6، بارشال 2 زد على بارشال اكس تربيع، زائد ناقص 4 بارشال 2 زد على بارشال اكس بارشال واي، زائد هنا عندي ناقص 6 بارشال 2 زد على بارشال واي تربيع، زائد 9 بارشال 2 زد على كام؟ بارشال واي بارشال اكس. نجمع الحدود المتشابهة، عندي 6 زي ما هي، هنا ناقص 4 وهنا 9، يبقى زائد 5 بارشال 2 زد على بارشال اكس بارشال واي، ناقص 6 بارشال 2 زد على بارشال واي تربيع. دي الحل النهائي بتاعي. لو شفته هلاقيه نفس المطلوب، 6 ناقص 5 ناقص 6، 6 و5 ناقص 6. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا، وأشوفكم إن شاء الله مع فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.